كتابي القاضي.
الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الماء هنا بلاسة، بس لا تفتح كلش هواية، بس شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. لا لا خليها كل زيان. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكى بدت أشجانا، قالت وفاض بيانها أحزانا. قد عشت في كنف النبي المصطفى وأبي علي والبتول زمانا، قد كنت والأيام تشهد أنني أعلى نساء العالمين مكانا. أحمي النزيل وأمنع الجيران، واليوم أسأل عنهم السمر التي صارت رؤوسهم لها تيجانا، واليوم أسأل عنهم البيض التي صارت جسومهم لها أجفانا، واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم
من أنا من أنا. الله يا زينب لو أنصف الدهر الذي عدا النبي صلى الله عليه وآله قال: إن لقتل ولدي الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. يشير النبي صلى الله عليه وآله في هذا النص إلى بقاء الإمام الحسين عليه السلام حيا في قلوبنا إلى آخر الدنيا، ونرى هذا الاهتمام العظيم، ونرى هذا التفاعل الكبير الذي لا يشبهه تفاعل مع قضية الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وهذا يعني فعل الخارجي تصديق لما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يسأل سائل أن هذا التأكيد على استذكار قضية الإمام الحسين عليه السلام لماذا؟ هواية أدوا ما عليهم ورحلوا إلى الله، شنو الداعي هذا الاستذكار بهذه الدرجة بهذه المرتبة؟ إمام الحسين عليه السلام أدى ما عليه ونال الشهادة ورحل إلى الله عز وجل، فلماذا هذا الاهتمام بهذا الكم وبهذا الكيف في قضية الإمام الحسين عليه السلام؟ استذكار الإمام كل ما يمر علينا محرم وشهر صفر، بل وفي سائر الأيام، لماذا؟ ما هو السبب؟ نقول بأننا حينما نعظم أمر الإمام الحسين سلام الله عليه ولا ننساه أبدا، إنما نتبع منهج القرآن الكريم. شوي التفتوا لي إخواني، القرآن الكريم لما نقرأه نلاحظ بأن القرآن خلد أسماء عدد من العظماء، وهذا تخليد القرآن لأسماء عدد من العظماء وذلك للاهتمام بهم. مثلا لما نقرأ نفتح القرآن
نجد بأن عددا من السور بأسماء أشخاص، مثلا عندنا سورة مريم، سورة لقمان، سورة هود، وهكذا سور بأسماء أشخاص. الله تعالى يريد أن يخلد هذه الأسماء فأمر بأن تسمى بعض السور بأسمائهم، والقرآن يبقى إلى يوم القيامة، تمام؟ وهاي الأسماء أيضا تبقى في الذاكرة. هذا واحد. اثنين، القرآن الكريم أيضا استعرض لنا قصص عدد من العظماء والأولياء. لما نفتح أيضا القرآن الكريم نلاحظ القرآن يتناول قضية موسى بتفصيل في أكثر من سورة. يتناول قضية نوح سلام الله عليه، يتناول قضية يوسف تقريبا 100 آية قرآنية، 100 آية في سورة يوسف. الله يتحدث عن هذا الإنسان من البداية إلى النهاية، يعني تاريخ مفصل يبينه لنا من الرؤيا التي رآها إلى غيابات الجب إلى إخراجه إلى 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 أن انتهى المطاف باللقاء بأبيه يعقوب. 100 آية قرآنية. نسأل لماذا؟ نسأل هؤلاء الذين يعترضون لماذا القرآن الكريم يستعرض لنا هذه القصة، قصة يوسف. يقول في آخر المطاف مولانا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نأخذ دروس، نأخذ عبر من حياة هؤلاء العظماء. القرآن الكريم يستعرض حياة سلسلة من الأنبياء والأولياء، ثم يخاطبنا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، لكن الدروس لنا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء لما نستعرض حياتهم لابد أن نأخذ الدروس والعبر. إذن ما هي الدروس والعبر التي نأخذها من حياة أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين؟ شنو الدروس والعبر؟ الدرس الأول أن نأخذ من حياة هؤلاء التعرف عليهم. الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع هؤلاء الأطهار الأئمة عليهم السلام، وأن ولايتهم فرض، وأن محبتهم فرض، وأن اتباعهم فرض، فلا بد أن نتعرف على هؤلاء. هل يعقل يعني أنني أوالي عليا عليه السلام ولا أتعرف عليه؟ أذهب لزيارة أبي عبد الله الحسين ولا أتعرف على الإمام الحسين؟ من زار الحسين عارفا بحقه. فإذا قرأنا سيرة هؤلاء، إذا استذكرنا سيرة هؤلاء المعصومين عليهم السلام، الفائدة الأولى هي فائدة المعرفة. حينما ينزل الإنسان في قبره يسأل أول ما ينزل في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ يعني مو الجواب فقط الاسم، من إمامك؟ إمامي الذي افترض الله علي طاعته وولايته. هذه الفائدة الأولى. فائدة الثانية، الفائدة الثانية هي الفائدة استنباط الأحكام من حياة هؤلاء العظماء، وهذا يختص بالفقهاء. فقيه لما يقرأ سيرة المعصومين، ولا بد من قراءتها، لا بد من قراءتها،
يستنبط أحكاما شرعية من قراءته لسيرة هؤلاء العظماء، لأن قول المعصوم حجة، وكذلك فعل المعصوم وتقرير المعصوم حج. مثلا يجي واحد يسأل الفقيه: هل يجوز أن أصلي النافلة وأنا راكب، مثلا راكب على دابة أو غير شيء؟ يجاوب الفقيه يقول له: نعم يجوز ذلك. فإذا سأل الفقيه: ما الدليل على هذا؟ يقول له: لقد قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، السيرة الصحيحة، فوجدت أن النبي صلى الله عليه وآله صلى النافلة وهو راكب، فإذا أستنبط هذا الحكم الشرعي. فقيه يستنبط أحكاما شرعية من خلال قراءة سيرة المعصومين عليهم السلام. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، وهي الفائدة العقائدية، وهذه يعني الفائدة مهمة جدا كما بقية الفوائد. شنو يعني الفائدة العقائدية؟ الفائدة العقائدية أن الإيمان إخواني، الإيمان له مراتب، يعني مثل السلم، إنسان يصعد يصعد إلى أن يصل إلى أعلى المراتب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الإيمان مولانا الكريم يصعد، لكن شلون يصعد الإيمان؟ شلون العلاقة مع الله تصير قوية وتقوى؟ كيف؟ من خلال طرق من هذه الطرق المهمة مولانا: النظر إلى آيات الله والتأمل فيها. آيات الله يعني دلائل القدرة، دلائل القدرة الإلهية. أنا لما أنظر إلى الشمس، هذا الجرم الناري العظيم الكبير الذي هو أكبر من الأرض التي نحن عليها، هذا مولانا الجرم الناري يخرج لنا من منطقة معينة ثم يسير إلى جهة الغروب وينتهي بوقت معين دقيق لم يتخلف ضمن البرنامج، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل. هذا الخلق الرباني، أنا لما أنظر إلى الشمس العظيمة أقول جل الله. أكو واحد ينظر إلى الشمس وما يدير بال، وأكو واحد ينظر إلى الشمس ويتأمل جل الله سبحان الله. إيماني يزداد بالله، علاقتي تصير قوية مع الله تبارك وتعالى، لأنني اطلعت على آية من آياته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكيف إذا نظرت إلى نفسي؟ فكيف إذا نظرت إلى عالم الحيوان؟ كيف إذا نظرت إلى عالم النبات؟ مولانا مع التأمل، مع التفكير، أنا أجي إلى حديقة صغيرة أشوف بها أنواع الورد، ورد لون أبيض، ورد لون أزرق، لون أخضر، لون أحمر، لون أصفر، أنواع الألوان وأنواع الروائح، والماء واحد والأرض واحدة والهواء واحد. شلون هاي صار لونها شكيل؟ شلون هاي صار لونها شكيل؟ الطعم يختلف، هذا النبات طعمه شكيل، ذاك النبات طعمه شكيل، الأرض واحدة. نقول جل الله تبارك وتعالى، حينئذ العقيدة تصير قوية. وهم شيء العقيدة أن تكون قوية حتى لا يتنازل المؤمن لأي انحراف يأتي من هنا ومن هناك. زين، هذا شنو ربط بأهل البيت عليهم السلام؟ في كل شيء، وفي كل شيء له آية، كل شيء هو يدل على رب العالمين. لكن تعال إلى سيرة المعصومين عليهم السلام، أمير المؤمنين ماذا يقول؟ والله ما من آية لله أكبر مني.
يعني الإمام علي آية تدل على الله، على وجوده، على قدرته. يعني الإمام علي آية أكبر من الشمس وأكبر من القمر. ما من آية لله أكبر مني ولا نبأ أعظم مني. مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في شجاعته آية كبرى: لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهم أو عنها دبرا. أمير المؤمنين: يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع. الإمام أمير المؤمنين في زهده آية، في علمه آية: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء عن طرق الأرض، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. يعني مو أنا طرق الأرض ما أعلم بها، لا، وإنما طرق الأرض محدودة ضيقة، أما عالم الغيب مولانا ما وراء عالم المادة عالم عجيب. والإمام أمير المؤمنين عالم بذلك العالم وبهذا العالم. اندمجت كلمة للإمام علي: اندمجت على مكنون علم لو بحت به اضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. لما نذب مولانا الدلو بالبئر العميق، الدلو يروح يمين ويروح شمال. إمام علي يقول: أنا عندي علم، هذا العلم أبين لبعض الأشخاص، لبعض القلوب الواعية. اندمجت على مكنون علم لو بحت به اضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. الإمام الحسين آية من آيات الله. لما نقرأ سيرة الإمام، لما نستمع إلى سيرة الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين رأس على الرمح ويقرأ القرآن الكريم. زين، أنا يعني خلي أتأمل شلون الإمام الحسين رأس على الرمح مقطوع عن البدن ويقرأ القرآن الكريم، وكل من يسمع ذلك يذهل. زيد بن أرقم لما سمع الإمام، سمع الرأس الشريف يتلو: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، صاح رأسك والله أعظم وأعظم. لما أقرأ سيرة هؤلاء العظماء، لما أقرأ سيرة النبي المصطفى محمد وآل محمد، الدرس الرابع والأخير من قراءتنا لسيرة هؤلاء الأطهار ولسيرة الإمام الحسين هو الاقتداء بحياة هؤلاء العظماء. حياة مولانا منهاج عمل لنا، نقتدي بأبي عبد الله الحسين. إمام الحسين رفض الظلم، نرفض الظلم. رفض الانحراف، نرفض الانحراف. الإمام الحسين صبر وثبات وعزيمة، كن أيضا إحنا يصير عندنا صبر وثبات وعزيمة. الإمام الحسين مولانا: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، أو لا أقر قرار العبيد. أيضا كن إحنا هذه الكلمات العظيمة، هذه منهاج تكون لأتباع أهل البيت عليهم السلام، وهذه الحرارة الموجودة في قلوب المؤمنين يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله: لا تبرد أبدا بل هي في تزايد. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. أنا لما أقرأ سيرة الإمام الحسين ومن معه في كربلاء، كل واحد منهم مولانا يعطيني دروسا وعبر، فقط الرجال بل وحتى النساء. لما أقرأ مولانا سيرة قمر العشيرة، لما أقرأ سيرة علي الأكبر، لما أقرأ سيرة زينب العقيلة، وما أدراك ما زينب، هذه المرأة النموذجية
هذه المرأة التي إذا قرأنا تأريخها نقف إجلالا لعظمتها، نقف إجلالا لصبرها، لثباتها، لورعها، لعلمها. هذه المرأة مولانا جسدت الصبر بكل معانيه، بكل معانيه. تبكي وقت البكي، وتتحدى وقت التحدي، وتعبر وقت التعبير، وفي كل المجالات هي زينب العظيمة، هي زينب مولانا العظيمة الكبيرة، كأمها فاطمة الزهراء عليها السلام. تقف أمام عبيد الله ابن زياد فأخرسته وألجمت، وتقف أمام يزيد ابن معاوية أيضا وأخرسته وألجمت. كد كيدك، اسعى سعيك، ناصر جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. شوف اربط مع حديث النبي روحي له الفداء، حرارة لا تبرد أبدا، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، بأبي أنت وأمي يا زينب العقيل. زينب من بلد إلى بلد، زينب من كربلاء مسبية، بالأمس كان معها قمر العشير، أبو الفضل العباس هو الذي أركبها، هو الذي ثنى ركبته لتركب زينب. وأما بعد عاشورا، بعد اليوم العاشر، شمر عن يمينها وزجر عن شمالها، تدرون بيها شمية وكلمة عد صعبة عليهم. صاحة وصاحة وزينب طلعوها، طلعوها، احرقوا قلبها براس اخوها، ومن البكي ويل منعوها. زينب العقيلة من بلد الى بلد، دخلت الى الكوفة، اشرفت امرأة من الكوفيات من على سطح دارها، قالت من اي الاسارة انتم؟ صاحت زينب نحن اسارة آل محمد. يوم الذي سار الضعان للكوفة. يلا وياي مولانا، ساعة حزن وعزاء. يوم الذي سار الضعان للكوفة، تمنيت اخوي وصولك المعروفة، تمنيت اخوي وصولك المعروفة، لكن شبيه دم قطعات جفوف. اعيد اليك، لكن شبيه دم قطعات جفوف، وبالعمد وليا وسافة، بالعمد راست الشم. زينب خرجت من الكوفة إلى الشام، يتصفح وجوههن القريب والبعيد. يا سادة يا موالين، ليس معهن من حماتهن حمي، ولا من رجالهن ولي. إلى أن رجعت إلى المدينة المنورة، منازل كانت نيرات بأهلها،
شلون شافت دار الإمام الحسين؟ الله، كانت هذه الدار مفتوحة والناس يجون يطبون، وإذا بدار أبي عبد الله مغلقة. نجيت ولقيت الباب مسجون، أنا جيت ولقيت الباب مسدود يا أخوي، أظل واقف يردن ردود. دخلت زينب دار الحسين وإذا بالباب تطرق. من هذه اللي جاية؟ باب من أبواب الله. يا الله، صاحت يا الفواق فكن الباب، جتنا شريكتنا بالمصايب. ها يم البنين ونيب، يا سل الطياب. دخلت أم البنين تنادي ايوا حسينا، وجتها زينب تصيح واخاه وعباس، انا بالاربعه بالاربعه يا حسين ضحيت، يا ويلي وظنيت سالم ترد ظنيت. لك أم البنين أزكى تحية، تتلقاك بكرة وعشية. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إلهي، بمحمد وآل محمد، بأم البنين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن المكروبين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم احفظ إمام زماننا وأبلغه عنا تحية وسلاما، وعجل له الفرج. الحضور الكريم، اللهم احفظهم فردا فردا، من كان في مجلسنا طالب حاجة اقض اللهم حاجته، اشف مريضه. المؤسسون لهذا المجلس الكريم، تقبل أعمالهم بأحسن قبول، إلى روح سماحة شهيد المحراب، وإلى روح سماحة الإمام الحكيم، وإلى روح أرواح إخوانه الكرام، وإلى أهله وولده، وأمواتنا وأمواتكم، ومن مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.